اوه شوف لونه عزيز. يا سلام، وش حجمه؟ شوف هذا، شوف فتحنا المكان كامل. عندك ضرب. زين شو اسوي الحين؟ انا اصور ولا خلي تستمتعون، اهم شيء التصوير. يلا يلا شوف زنارتي قاعده تبي تنكسر. ما شاء الله راحت زنارتي. يلا شيلها. ايوه هاش، انا موجود خيطه. حجمه صغير، رده بحر. سعود قط شغل. راحت زنارتي. يقول العزيز ان المكان هذا فيه جن. بلعها. شو تسوي؟ قب يصير وجبه لذيذه. بطل فطيره، حط داخلها بطل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ شو اخباركم؟ يوم من منتزه الخيران ان شاء الله. طالعين بحر، مسويين صيانه حقي. السلام عليكم، شو اخباركم؟ هذا الطراد بعد صيانه تقريبا اسبوعين. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا ابو سعود. بعد ساعتين. يعطيك العافيه. طبعا سوينا صيانه حق الطراد. اليوم كنا بس بنجي نشوفه. بس قال ابو سعود ايش رايك ننزل نزله حذاك؟ يلا فوقه. هذا الرجال مبكر جزاه الله خير، غسل الطراد. وانا رح جبت اغراض طقطقه والجيم والسوالف هذه. اليوم نازلين نزله حذاك. والحين طبعا المقطع هذا راح اسويه سريع، بس بوريكم الاعمال اللي سويناها، في تعديلات بالطراد وفي شغلات سويناها صيانه، ونوريكم على السريع. وان شاء الله نشوف الحداق الليل، الله يرزقنا ان شاء الله. الحين طالعين وبننزل من هذه المسنه على غروب الشمس. ملك مصالح. ايه. هذا يقول لك غسيل تفصيلي. لا. كل شيء طبعا غسيل، مو صابون جفت، غسيل ماي وصابون خفيف لكن في بقع ما تزال، يعني ما انزالت. اي هذا اللي يبي لهم صابون فرق، يبي لهم صابون خاص. اي لكن اهم شيء الغبار والفيبر، بودره الفيبر هذه مزعجه. اي تقعد اذا وانت قاعد اذا حاشتك الفيبر، اللي جرب الفيبر تحكك تقعد حساسيه. ايوه فهذا اهم شيء. اي هذا الهرن ترى خربان. ها لازم نبدل. طبعا هرن جبناه واحد جديد، سبحان الله ايش ركبه؟ قال مو مضبوط، ركبنا القديم يقول شغال بس انه ضعيف، على ما نجيب جديد ونركب ان شاء الله. طبعا اهم شيء سويناه اللي هو هذا القص. انتم خابرين قبل هذا ليه؟ هذا بقت مكاني. هذا الحين الشغل ونقص الكبير. فتحنا المكان كامل، بس الحين باقي نفتح هني الباب يصير فوق ونسكر هذه الفتحات الزايدة. كان المكان هذا، فإذا جينا نوقف هني وحوشنا، والباب كان نفس طول هذا، فلما ندخل ونطلع لازم تدنق وتطلع. الحين على طولي أطلع وأدخل، وهذا كله نقص. بس طبعا مو لآخر شيء. ليش؟ لأن هني قال ما يقدر يقص، لانه راح يصير داخل من الصوب، يعني من برا لداخل ما يدش عليكم، فقلنا نعوض ولا القطيعه. هذا كله هني نحطنا ربل ان شاء الله. طلع لنا مخازن هني، واللي يسالون هذا الحمام يا جماعه، احنا عندنا حمام تكرمون. البعض يسال وين هذا المرحاض. طبعا الشيء اللي بقى هذه ما بدلناهم، ان شاء الله بنبدلهم، نسينا نسويهم، كلمنا المنجد يسويهم. كل هذول الباقات عليهم لزاق، وهذه الباقات طبعا الحين قاطينهم قط كذي، ان توهم مغسلين الطراد ومرتبينه، بعد عندنا ترتيب واغراض بنرتب. هذه الباقات راح تسكر كامل على كل مكان، حتى فوق هني، بحيث اذا جينا نبي ننام مثلا الظهر ولا شيء نسكرها تصير ظلمه. الباب خلينا حطينا له مسكه، قبل كنا نحط بنجي حبل مني ومني. طبعا ما يفتح كامل، ليش؟ لان هني يحوش طلع الباب المكان هذا،
أخلينا نفس وضع قبل. من الشغلات اللي بدلناها هذه جديدة، بس لازم في شيء غلط. شنو الغلط أبو سعود؟ ما أدري شنو. هذه شكلها غير. مزعجة والله. إيه. الله قلت خلنا نبدلها، بس هذه عندنا قبل ركبناها، ما علينا نحطها شوية وبعدين نبدلها. نحللها شوي. إيه نحللها. من الشغلات اللي حطيناها بعد هني ليت، بطل ليت عزيز. ايوه هذا هني ليت وهني هذا ليت، هذا اللي ركبناهم جدد. والليتات اللي قبل الكشتة اللي طافت ها ركبنا شيء جديد شغل عدل. طبعا طلع العطل من الواير. ايه الواير منتلف يتكسر مصدي رايح فيها. ايه الواير بس احنا شرينا الليتات قلنا معود مره واحده نبدلهم عشان نسوي نفس اللي ورا كلش. ومن الشغله اللي سويناها هذه المظله، اذا كنت تذكرون مقطعه من هني ومقطعه من هني، والدفرات هذه كانت سحاب وخربان ورابطينها، الحين كلها سويناها جديده. وطراد الحين مغسل نظيف، بس يبي له بعض الترتيبات. ما تعرفون احنا جايين اصلا بس نمشيك على الطراد بالورشه والمفروض نرجع، بس انه يوم خميس فبدال نروح نقعد بالشاليه والمزرعه حق عزيز نقعد في البحر، جيب لنا كيلو وين خفاق نحدق، تود الله يرزقنا ان شاء الله بكم شعري حق يدان باكر، ونسوي لكم حلقه مره واحده تكون حلوه. هذا ما شاء الله هني محطه البنزين، بناخذ ثلج من هني وبنطلع ان شاء الله. ما شاء الله الاجواء هني فله، طبعا ما شاء الله الجو بارد او براد حلو، يعني انكسر الحر حيل. طبعا هذا البقع يا جماعه كلها راح نجيب صابون نغسل، يبي لها جف صابون. وهذه المخازن، هذا الغور يعرفونه ربعي قبل هالغوص، كنا نسخن فيه ماي ونسبح بالشتاء اذا غوصنا. هذا المخازن هني غسلهم بسعود الله يعطيه العافيه، ورجع هذول عده التنظيف والبيود. هذا المخزن الثاني يقول بعد نظفه. ما شاء الله شوفوا الارض يا جماعه، يعني مو نظيف هذا، بس هذه اغراضنا القديمه نفسها، هذه فلوتات حزم وزن، يعني شغل غوص شغل غوص. والغوص من زمان والله ما غوصنا. خلينا نشوف كذي الليت يبين ولا لا. الله بسم الله توكلنا على الله. هذا ابو سعود مستلم القياده ما شاء الله ما شاء الله، منور الطراد منور. ايه ايه كشته ظلمه ماكو فايده، الحين يبي له كشته يا ابو سعود. اي والله يبي له يبي له، الاجواء بعد زانت، طراد حلو ما شاء الله ما شاء الله، بحار شغل عجيب. طبعا للحين يا جماعه ها جايبين له ترتيب، جايبين له ترتيب، هذا شغلنا القديم نضبط الحين ان شاء الله. نروح هناك نضبط لنا بوري شاي، جايبين قصه قيلي ها، بس بدل الصعود هناك ونخطط نسوي بالطراد بعد. ترى الحين في شغلات ها تراتيش بنحطها، بس قاعد افكر بس يمكن نقلبها يا اخي. ايه يا مصالح. ايه. الحين مو نقصي. طلع نجرب. طبعا هي مو محسوبه الطلعات. طبعا. بس انا متفائل باذن الله. باذن الله توفق بصيف طيب يا رب. يا رب. الشغله اللي ما تحسب لها دائما تكون شغله. ان شاء الله نوفق بالصيد نخلص الجيل كله يا رب. وصلنا مكان الصيد. طبعا الحين قاعد نتفقد الاشياء. ابو سعود الحين ما عنده وقت. طبعا ابو صالح. ايه. كان الواحد يتغاضى عن افراط تصير. يعني من الغلط اللي يعني نوعا ما ضايقنا الباب ما يتبطل. ايه طبعا هذا الحمد لله هو نفس وضعه قبل، كنا بنبي كامل بس ما ضبط. على ما قولتهم مشي الليله. ايه الحمد لله. طبعا الحين اللي شفناه عندنا السويتش هذا مال الكهرباء مال الونش. كنا معطينا الكهرباء يركبه، ما مو مركبه. ناسي
وشغله ثانيه بعد الليتات، الليتات اللي قدام كانت تشتغل من هذا السويتش. الحين شوفهم شغاله مع السويتش اللي ورا. بطفي الليت ها؟ يلا. شوف هني بس طفيت هذا اللي ورا طفه. شوف شغل. طفي اللي بالكابينه عشان يبين. اي ها. هذا الحين شوفوا طفه. سويتش واحد بس شغل اللي ورا واللي قدام، يعني شبكهم. طبعا مساله سهله. راح يفك الواير اللي جاي اللي قدام ويركبه هني، هني مكان القديم اصلا. هذه الحمد لله سهالات. من الشغله اللي سويناها بعد ركبنا انكر فوق. وين ذا يبين هذاك الانكر؟ خلينا نشوف وين سويته. ايوه هذا انكر، هذا حق وقت النوم، يكون لمبه بروحها تشب حق وقت النوم. قبل كنا نبطل السايدات وهذا فيصرف كهرباء. والاغراض اللي مو مسوينها اللي هو اغراضي انا، شوف جاي باور بانك مو شاحن، لا شاحن الكاميرا ولا شاحن الكشاف، توني الحين حطيتهم. هذا باور بانك، وهذه الهاندل هم فيها شحن اشوه تشحن بعد. ها ثلاثه بعد، هي خمسه. انا قاعد ارتب عدتي هذول الشغلات زياده. الحين والناس تحدق عزيز يحدق يجابل اذا في شيء، وانا بقعد انفض هني اغراضنا. وعد العزيز في سمكه انقزت هني والله. هذا شنو حاقول صدق؟ اي دير بالك هذا عون يجيهم تو. الحاقول حاقول اللي هو السلس اللي سمكه طواليه كذي، تو هجم عليهم اكل. كاهو هني صوته سمعتوه؟ كاهو وين راح؟ تحت يمكن الحين يطلع هناك. كهو تعال خلنا نصورك، تعال. هذا سعود قط شغل. راحت راحت النار فيه. امسك امسك ضربة والله. صادت؟ اي صدق موجود؟ صايد صايد موجود بس مو كبير. المهم سمكه. انا السحبه هذه قلت صغير. هذا اول شعري برد بحر طبعا صغير. هذا على تلته هذه قلنا اوه اسكت ذراع سحبه. ها اي والله رد بحر، حملة رد بحر حي. رد بحر ها اوه حي. بسم الله يلا الحين ما شاء الله توني مصور على طول صادت. يلا اضربي بعد. الخيوط صايره كذي يا جماعه، فبنروح نقعد قدام. احنا طبعا طفينا الليتات اللي هني كلها طفيناها. شوفوا لو طفي الكشاف ما يبين شيء. هذه الحين بنبطل قدام. احنا احسن ميزه سويناها ان كل ليت خلينا له مفتاح نقدر نشغله بروحه. يعني الحين هذه فادتنا بالدقه اللي تو، ان السويتش شابكهم كلهم، فالحين نقدر نشغل هذول ونروح هناك من السويتشات اللي ورا نطفيهم. طبعا حطيناهم كلهم بيض الا واحد اصفر للقاعده اللي تحت. شنو الحكمه ما ادري، بس شفناه اصفر حلو قلنا يمكن نبي قاعده صفراء قاعده بيضة كذا، يعني ما ادري شنو قاعده، بس الاصفر يصلح حق الشاي. الحين نروح ورا نطفي الاصفر. بسم الله ونطفي الابيض. الحين صار هني ظلمة، بشيل سناراتي بنقلهم قدام عند عزيز، وأنا بقعد بحورف كل شوي مكتشف شغلة. قاعد أنظف وأعدل، تصير طلع التنظيف وحداق بنفس الوقت. يا جماعة قاعد أضبط الأغراض سبحان الله. نقص الخيط، ضربت هني السنارة وسحبت ما مداني أمسكه، حاش الصخر مبذح الخيط كله ونقص. يلا يلا شد حيلك يا ابو سعود. يلا والله شكلي لازم احط بلت. يلا حط بلت. يلا 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 ما شاء الله. هذا خوش حد. هذا ابو سعود ما شاء الله حط بلت. انا طبعا حطيت سنانير هني قطيتهم اثنينهم. ما ادري اروح اتعبث ولا ارجع اقعد اجابلهم، لان الشعري ما شاء الله حاضر. ابو صالح والله ضرب توه مره ثانيه، سحبت عليه كبير، بس ان خيطي انا ناعم وفي صخر على طول لحب بالصخر وقص.
ثاني مرة فاشل. ان شاء الله يعوضنا. المكان هذا مكان فيه صخر. فيبي له خيط شوي ثقيل اساس لو يحك بالصخر يمديك تطلعه. السنارة الماكينة تعطي اذا صار ثقل تعطي فياخذ مجاله الشعري ويدش بالصخر فتقص. تعال هذا الشعري زين زين قص علينا كذا واحد الحين ما تروح. اي كفو اثبت اثبت عشان اطلعك. زين صغير بس انه حلو حق الاكل. حجمه حلو ها؟ شوف ابيض. ان شاء الله. استعداد مصالح ها؟ حيث. سنارة قاعد تمر. اشكال بردع الثاني انا. الحين شلون؟ انت هذا عزيز يقول قاعد يسحب وانا هذه سنارتي. والله كان ديما عندي. شوف ابلشط وانت امسك ال طبعا اجلت الترتيب كله قلت خلي الترتيب بعدين لان عندنا صيد والشعري ساعات يحضر ساعه ساعتين يوقف فبدا ما حاضر نجاب له سناره ثانيه طبعا الحين مقصوصه هذه الاغراض بس اني بجاب هذا وبعدين بردعها تو سحب بغى يطير بكره عزيز نزلها لا توهقنا ها آه. حسيت فيه اكل الجيمه اول ما تليته كان يشيل ماكو فايده اي قط هني شوي اوب 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 سنارتي يا عزيز سنارتي الحين نشوف السناره المفروض اني احط هذه اللي تصور عندي اللي تنحط هني قاعده بس انها تصير مو حلوه انها بس تصور مكان واحد يعني كذي ها 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 قصه شوف شير هذه حالتنا ايوه قص انا قاعد ينبر عندي اوش هذا الشعري سحبها وطار فيها خوش حجم ما شاء الله ضارب عليك شيء؟ لا قب 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 تبي يطلع بالجزة ولا يطلع كذي؟ الله ماسكها لا مو طاقة المسدار لا هاك صور جزة صور صور قب قب واحد خليه يودي يود نبي عزيز تبي؟ اي حق ولدي حق يوسف ذكر تو كيف هذا شرطي؟ لا يبقى هذا سيدنا القبطة خل الجزة برا نباقب وين الخيط؟ نايم فيها ها؟ ليه يوم سحبت ولا؟ ماسكها وين شو اسمه صدق ما عنده عضاعض؟ لا والله شلون ماسكها بهذول قب يصير وجبه لذيذه الحين بنحطك مكان بارد استمتع مع زملائك الجدد ابو سعود غيرنا المكان الحين وقف صدنا كم حبه ما شاء الله وضرب وقصه لازم تغير اي سبحان الله من اول ما بلشنا السحب قوي بعدين خف حيل صدنا لنا كم شعري والحين عاد غيرنا مكان ثاني ها حاش صالح شخال اوه ما شاء الله كفو ما شاء الله خوش حجم هذا الحجم ما شاء الله سحبه اي والله حالاته مصورينها بالسحبه صوتها صرخت السنارة ما شاء الله حجم ممتاز ممتاز يلا نبي داون حق طبخة باكر يا ابو صالح بالع بعد اي خليه يبلع على كيفه اهم شيء طلعته يلا اهم شيء طلعنا والله هذا كبير يلا كفو ابو صالح
لحف صديق الظهر حايش الصخر. يلا 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 يجي يجي ان شاء الله يجي. الله يجيبه الله يجيبه. جاي جاي يبيله جزه. يبيله جزه كناع مو شعري بالول ان شاء الله بالول. شعري شعري ما شاء الله تشكره. ايوه هاتوا هاتوا ما شاء الله والله سناره بدعت كنا. ايوه والله سناره وزين صرخت. ايوه والله هذا عاد حجم طيب ما شاء الله. تعال يا ابني ما شاء الله خوش حجم. هاش هاش يلا ان شاء الله حصلنا يدام الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله. تبي جزء ولا عادي؟ هذا ما يحتاج. سنارة فازت ما شاء الله. هي السنارة. ايه ونس وين ما تصيد. يوم لك ويوم عليك. شلخني. اي والله صاد صيد ما شاء الله. انا ما صدت الحين دوري. ضرب ضرب عندي. يلا يلا هد هد حاطم. سحب 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 خيطة. الشط جايبه. هدها حسافة. يجي يلا يجي. هذا حجمه كويس. هذا أصغر شيء نأخذه يعني هذا أكبر من كف اليد بشوي. كبير. ضرب عندك ضرب. إنزين شو أسوي الحين أنا أصور ولا؟ خلي يستمتعون أهم شيء التصوير. يلا يلا. شوف شوف سنارتي قاعدة تبي تنكسر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. راحت سنارتي. يلا يلا يلا. شيله. أيوه. هاش. موجود موجود خيطك. موجود. هد هد. ولا إني صايدك ما أدري. ما أدري خيطي شوف هذا بالبحر. شوف شوف. ما شاء الله. هذا هذا بلية ما شاء الله. امسكه بيدك هذا عشان خيطي كنا صايد او شاير ما ادري عنه. اذا شاير يعني لا بيخليناه. شوف شوف انا صايد عزيز وانا بصوره وهذا راح ظهرنا لحف بشوفه الحين. ما شاء الله ما شاء الله. هذا شبر تقريبا ونص شبر ونص. بلش الحمد لله المكان الجديد في صيد ما شاء الله. سنار جيب شوف بسرعه بسرعه. هاك هاك امسك امسك امسك. يلا يلا بس شلون الحين هذه ترى طلع من اللح. يلا 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 ترى قاعد تصور. يلا حاول تسحب خيطك عزيز. يلا شكله ما ادري وين خيطي بس. ايوه تري طلع. يلا يلا طبعا تصوير ما ادري. اي ما شاء الله شوف مخلينا لحف ورد الحين طلع الحمد لله. يلا يلا ما شاء الله. اوه حجم حلو زين ما شاء الله تبارك الله. يلا الحين نسنع. يلا الحين نرتب. الحين انا ضبطت خيوطي وسنعتهم طبعا من قدام. شنو يصير الخيط لان الشعر يحك بالصخر يتبذح فلازم تقص الخيط ترد ترد. الجزه هني وراقب السنانير. هذه تبي تضرب هذه تبي تضرب. ايوه امسك امسك خلنا. هي هي صادت 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 الثانية. لا لا هدها الحين بيجي الثانية قاعد تضرب. يلا صدها صدها عزيز كفو زين. شاير لا حسافة والله صايدة بس شاير. خلي شوي خلي شوي يمكن يطلع. خليه مثل مساعد يمكن يطلع. خله. اوه عندي عندي. خله ياخذ حاصله. شوف شوف طلع مالي هنا. هذا اللي شايره يا جماعه مساء. والله خوش طارت. لا انا عندي قاعد يضربون بعد. هذا اللي شاير شوفه توه سحب. شوف انا ما اخليه يتلع على طول. قاعد احس بالصخر ها؟ ما شط على طول خليه ياخذ خليه يبلع. اي هلا يبلع على راحته. والله مشكلة يا اخي المفروض اعلقها هنا الكاميرا عشان اقدر اصيد. شيرة؟ هذا انا عندي شايرة هذاك يضرب. لازم احط الكاميرا عشان اقدر اعابل فيهم. بيضرب ضرب ضرب اللي عندي. امسك امسك طلع خيطك. خيطي اللي
دير بالك خيط مشكلة عكس الماية. ايوه ها صايد كفو. عاد حطيت تبوري المشاهدين والله هذا جيب. لا يلا 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 جاهزه انت بس جيب قربت ها يلا ما بالول هذا بالول ما شاء الله هذا البالون كره حجمه صغير رده بحر ترى يده واحد لا من زمان ما كان بالون زين حجمه لا حلو شوف شمتنا عزيز اي والله ما رد هذا نصيد واحد نفسه الحين يدام هذا يقدم له نفر ما شاء الله طبق عليه حق العيش اللي لاحظ هذا الظاهر والله اعلم انه بالول لانه مساء حسيت فيه طلع ورد لحف مره ثانيه وعاده يضربون مع بعض يكون لان قاطع خيوطي عند بعض انا يلا الله يرزقنا ان شاء الله باللي اكبر منه وثاني يلا هذا ان شاء الله اخوه ان شاء الله يلا لا يكون لحف لا ما لحف يا رب لحف يعني دش بالصخر يا شباب شعري خوش شعري ما شاء الله هذا الحجم الصحيح هذا مثل انسان ما شاء الله اوه شوف لونه عزيز يا سلام وش حجمه شوف الحجم حجم طيب والله هذا شوف ما شاء الله لونه كونفلاج على الصخر اي والله طبعا سبحان الله الشعر يتلون ترى عاد تقطع الحين يصير لون ابيض خلينا نشوف ظهره من لفه شوف السمين ما شاء الله شوف بوزه اي والله عاش والله ابو صالح لا اليوم بيضته صراحه السنارات تغلبت اليوم ترى قاعد اردع سنارتي هذه اللي قصت كان يطير فيها مره واحده ما شاء الله والجيمه داخل بالعها عدل هذا يبي له عمليه جراحيه يلا شوفوا يا جماعه وانا افك اللي تحت احس شيء يسحبني ولا خيط عزيز لاف علي ورايح تخرب علي عشان ما اصيب اي طلعت يا جماعه انا اللي قاعد اخرب علي مسكين هذا يبي له عمليه جراحيه قاعد احاول ابطله ماني عارف وهذه مقصوصه احسن شيء الصيد عفيسه مو عفيسه اهم شيء تصيد استانس تعال قطه والله ما شاء الله خوش صيد خيطي بحر ما اشوفه اوه ايش عجب طلع خيطك والله حيل على خبل للحين ماسكه يبا هد وصمله ايش نسك الحين بنحطك مع ربعك تو كذي نقول له تشقلب يلا هد هذا عنده عضاضات الحين يبي له تاكل شيء ابو سعود في فطيره ها يلا هذا تفضل في عصير هذا تفاح جيب. القف ترى اثنين فيه اذا طاح بحر خلاص راح عليك وفي هذا ليمون بعد شوي عرفته بس الحين ناخذ عصاير فطاير خلي السنارات شوي طبعا الحين توي صايدين قبقبين بس ما صورتهم حطيناهم هني هذا شكله صايد لا مو ماسك وقف الناظر اي وقف ناكل فطاير اذا ما نبر نغير شو تسوي تحط كذي بطل فطيرة حط داخلها بطاطا تبسها وتاكلها كذي فيها قرمة تقول بسم الله ارمش مقرمش سلام مع عصير مع شيرة شار خيط حق يوسف ها ايه
يا الله صيده كبير ها؟ اي والله ثقيل ما شاء الله. اذا ثقيل يعني بتفوز لحمي. حجمه كبير ترى ما شاء الله. وين وين؟ وقف الى الا عرفت يعضك الحين يصير خوش محتوى. ابغى يعضني. والله طاح مني بغيره. مشبص فيها. ما اقدر اسحب الحبل. شلون دش داخل؟ تقول صايد الطاروف. ميته داشه. نغمة اكشن شوش كبرى ما شاء الله. العضض هذا احقاب تمزمز فيه ما شاء الله. بعد هذا الحين نبينا نفككه. غيرنا المكان. هذا عزيز توني انا قطيت سناراتي ثنتين. عزيز قاعد يرد. مشكلة المكان هذا شيرة. والله انا خيطي شوي مبذح يعني شوي مجرح الخيط حايش الصخر بس قلت بقطع ان شاء الله عادي يصيد. طبعا المكان هذاك اول ما وصلنا له كان فيه سحب حلو شعارية صدنا عقب اختفت الشعارية جو القباقب كل شوي نطلع قبقب لقطنا والله. شوف 1 2 3 4 5 وجبة ايه وجبة حلوة بس ما شاء الله مساعة جتنا رطوبة شوي وقفت هواء الحين بدأ يهب الهواء كنا غربي صار براد. عاش بسعود كل هاللفة قطيت على هني عند خيوطي. يلا صاروا كل الخيوط على بعض. يلا الحين غيرنا مكان مرة ثانية يا جماعة. المكان اللي مساع قطينا شاروا كل خيوطنا. هذا الحين الحمد لله قطينا خيوط عزيز وهذه قاعد تنبر. اشتقنا للناظر كله قباقب مثلا. اي طبعا اول مكان كله قباقب بعد الصيد. ثاني مكان لا الظاهر قطينا يعني بنص الصخر قطينا خيوطنا على طول تشير. تشير يعني تشير داخل يعني تعلق داخل الصخر وينقص الخيط. الحين غيرنا المكان نقول بسم الله يا الله رزقك. بين المكان يا الربع. قب قب لا جيبه جيبه وغيره. شو مسوي خيط؟ ايوه حد في خيط خذ عليه. هذا خيطي خيطي مرتخي هذا اللي يخرب عليك الصيد. يمسك الجيمه ما يخلي سمكه تجي. الحين صار لنا يمكن ساعه ونص او ساعتين اتوقع ساعتين وهذا صيد الظهر انه وقف توه سحب كذا سحبه وعند عزيز بس يا اخوي يسحب ما يمسك المجدار. يقول العزيز ان المكان هذا فيه جن. هذا الجن شلون صيده؟ شوف سناراتي قاعد تنبر. شوف مساع خلنا اوريكم ان شاء الله تسحب نفس السحبه المساع. طبعا اللي يبي يعرف المايه احنا قاعد نحدق اخر الثبر والحين الوقفه بعد شوي بدايه السقي. الغالب هني الشعرية بالماية الحامية السقي بس هنا آخر الثبر ما شاء الله صدنا خوش صيدة. وهذا للحين ينبر نبرة المستحي اللي ما مو راضي ياكل. أنا رأيي وصالح أي شغلتين يا أنا نمشي أي أو أن نرد على المكان اللي صدنا فيه. اللي صدنا فيه؟ إيه والله مكان اللي صدنا فيه زين يعني كان في بالول ان شاء الله نصيد بالول. صدنا ما شاء الله كذا شعري وبالول يعني صغير بس صراحه باكر نبي ناكل وجبه سمك غدا فحلوه ناكلها يعني. حطت كذي مطبق بالول صغير مع شعاريه وهذا للحين ينظر نبره. ايوه اسحب مو راضي يسحب. الحين عزيز يقول يا نرد مكاننا يا نمشي. ما انتم ايش تقولون؟ كافي الفيديو هذا؟ مقطع صغير كذي عن تفاصيل شوية الطراد اللي سويناها مع حدقة بسيطة مو محسوبة. سبحان الله مساء أنا أقول الشيء اللي مو محسوب بس اللي يجي كذي حده دائما يصير ما شاء الله حلو. ويداونا شوفت عينكم نبطلكم الليت ما شاء الله شعارية كلها أحجام طيبة تبارك الرحمن. ها
سحب. سحبت؟ ايوه. اي بس سحبتها مو سحبت سمكه يعني صغيره. لو شعري كبير لا ينام ما يهدها. يلا خلينا نشوف عاد. يا نمشي يا نحدق المكان الاخير. بدلنا المكان عزيز راح وراه ما شاء الله صاد. اي ما شاء الله. غوش حجم تبارك الرحمن. ها نجي ورا يعني؟ يلا بروح اشيل الاغراض الحين بحطهم هني ورا. لا جيب الجزه ولا لا؟ دخله من عند الرقعه. ها؟ جيب جزه. اجيب ولا لا؟ ذليتنا. شعري بس دايخ. خوش حجم ما شاء الله. ثقله لقيته بالو ايه تشوفه عشان باله مسلم نفسه فصاير ثقيل أيه. بس معوره المجدار أيه. الحين ردينا مكاننا الاولي اللي صدنا فيه من وقفنا ما شاء الله حذفتين بسعود على طول صاد. انا توني جايب الاغراض وهذه سنارتي. والله سنارتي قاعد تنبر عزيز. يلا ترى على طول ما شاء الله. انت شوف جايب الباور بانك انا مو شاحن الكاميرا اصلا. ها هل تقدر تصور؟ صد؟ لا ان شاء الله بسيط. ضرب استنى دقيقة. ايه نستنى ليش ما نستنى؟ صالح اندوري ها؟ هذا بسيط ما شاء الله ما شاء الله. هذا الثالث ما شاء الله. انا الحين قاعد ارد رد اللي مساع قص جدام ساع ضرب هني وهم القص ما شاء الله. هذي صايد يقول كبير لا ورانا صخرة هني سبحان الله. جابه و... ولحف مرة ثانية لحف. هذا بالول تقى والله توقع. ها تخليه شوي خله. انا تأذيت بالشيرة خيطي ناعم وبسرعة يقص. يلا ننطر بسعود ان شاء الله يطلع كبير يقول. ما شاء الله هذا طلعناه. هذا الشعري. امسكه بيدك عشان يبين حجمه حلو. عطينا على الحبل شوي قدام رد الطراد ورا. شوفه. وطلعناه. تمام. قربه. ما شاء الله. في طقة هذا. ايه. حبة شامل جدا. ايه. عاش بس. شوف عزيز عشان انت صياد الحين قاعد تصيد جايب لك هدايا. ها. جزاك الله خير. كاكاو كاكاوين عصير ماي. ها بعد شوف العصير معرق. يا سلام. طبعا هذه مشكلة الكابينة يا شباب. صدنا ورا. ايه. شوي صار. حر. اي والله. اي الهبة سبحان الله جاية من هني الهواء. وهني ذرة بس انا عندي هني. عندي شوي براد عزيز مسكين مكانه لا استعداد. ايه انا سنارتي سحبت بحلت ابو صالح. شوف الحين بحلت بلع شو تسوي جاي لحف حجي ورانا صخره دش فيها على طول. شوف انا نبر واشوفه وقف اثري شنو اثري داش بالصخر. طلع. يمكن ما ينفع. ها طلع؟ بس مو فيه. هدها؟ ايه. مشكلة تحتنا هني صخر. فالشعري شنو يسوي؟ من الصيدة يروح يدش بالصخر على طول. خيط عزيز شوي متين يتحمل، أنا خيطي ناعم، من يحوش صخر ينقص. فالصيد عند عزيز. انا الصراحه اعطيته كاكاو وعصير عشان انا اصيده ويا لها ما صدت. ها وانا اشرب العصير ضرب. اي يلا يلا كفو كفو. يلا عب لنا السله هذه. موجود سمعته. دير بالك حجي. صخر هو قص. اي يكون هو الصخر لاف عليه الخيط. شوف بهالحاله ما ادري ايش نسوي. نسوي طفاحي؟
طفاحي ماكو فايدة، قص الخيط لن تزبط معنا. ما شاء الله الإضاءة هذا الليت الأصفر صراحة حيل حلو، هدوء يصير. الليت الأبيض شوي يجهر. اسمع نصيحتي، هذا شحراته الطفاحي. تبي تقط طفاحي؟ الطفاح نجرب. والله أفضل الطفاحي، على الأقل يصير ما يشير، البلد هو اللي يشيره. الحين بنقط طفاحي ونشوف إن شاء الله نصيد. أبو سعود، هلا والله. خلصنا؟ خلصنا الحمد لله. ماشي بالليت. هذا الجيم الحين، وهذا راس الخثاق، بنقطهم بحر. ياكلون السمك على كيفهم، بسم الله. وهذه القطع. يلا. خلاص اعطني هالجيمة هذه بعد. قطها كذي. ناكل السمك. الحين هذا بنكرفه نقطه. والحمد لله صدنا خوش صيد وطلعة سريعة لطيفة. هذا القمر لحينه فوقي، خذلنا تقريبا حلوة 3 ساعات، صدنا يدان طيب. الحين للآخر شيء ماكو جد ورانا، في نابل وفي صيد، لكن سبحان الله صارت خيوطنا على مثل صخر، من الصيد جيب الاسمك تدش بالصخر، فماكو فايدة. الحين بنشيل قشنا إن شاء الله ونطلع. طلع الصيد. إيه 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 إن شاء الله. واضح. يو هذا هنا ماي ما شاء الله، والله احجام طيبه. في صغار؟ لا هذا ولا صغار، هذا المقلى حلو هذا. قال لي شغل عدل الاحجام الكبيره هذه، هذا وهذا هذاك، هذا بعد ما شاء الله. خوش هذا القباقب. ها والله خش قبقب مات الحين. يلا عض الحين، تغير عضني. سلام الله ما شاء الله. القبقب شلون تعرف انه يعني في لحم؟ وزنه ثقيل يصير، اذا وزنه ثقيل يصير يعني في لحم، اذا خفيف لقيته لا قطه بحر ما ينفع. ما شاء الله ارضى تاع الشعري خوش. وقباقب وبالول صغير، هذا ان شاء الله يدامنا باكر الحمد لله. يعطيك العافيه يا ابو سعود. الله يعافيك. حطينا الصيد بالثلاجه وحطينا عليه ثلج شوي. انتهت الرحله والحمد لله توفقنا بخوش صيد، ووريناكم الطراد. وطلعه هذه طبعا تشيك على الطراد، لان قبل مضخه الماء للبحر كان الهوز مكسور من عند عزيز هني، فالطلعة اللي طافت طرد عبة ماي ما انتبهنا له، هم حسيناه ثقل بالممشى ونشغل النزافة ولا في ماي واجد، طلع الهوز مكسوس. الحين حطينا واحد جديد والحين نجربه عشان لا يصير شنو. بسم الله. هذا الهواء ما شاء الله مضبوط تبارك الرحمن. هذا الماء قوي تبارك الرحمن، توصل بيت. ترى اول ما ركبناه كان لعبه. ايه لعبه، عسى ما يتوسخ الطراد اللي جاي يركب عليه. نظه ترى الرقعه وسخه شوي. لا ايه اللي ورا بطل الحين. شوف نسمع. ايه في تسريب. في تسريب؟ ايه لا اسمع بالكاميرا داخل. شوفه. اي والله كان في تسريب. اي كان يسرب، ما ادري يبين عندكم ولا لا، عند الواشره. اي مسكر عدل. سكر المضخه عزيز. طبعا مثل الشغلات هذه لو نخلي المضخه مده ما ندري عنها راح يصير تسريب والماي يدخل داخل فيعبي الطراد ماي واحنا ما ندري. بس هذا الحمد لله احنا هذا اللي بنشيك عليه. ترى النزله كانت نبي ننزل نشيك على هذول يسربون ولا لا ونطلع. بس احنا خذيناها جولة حلوة وياكم، وان شاء الله يكون مقطع حلو واستانستوا ويانا. ولا تنسونا من دعم القناة بلايك وشير وتعليق طيب، اقرأ تعليقاتكم دائما وتفرحني. ونشوفكم في فيديوهات قادمة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.